الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، فما أحلى الوجود بين حضراتكم ونحن في ساحة مسجد الصحابة. والصحابة أحبة المسلمين، أجدادنا الأول ورعيلنا السابق وأباؤنا ورموزنا الكبار، أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكثيراً ما نحن إلى شخصياتهم الحلوة ونتعايش في سيرهم الطاهرة، وهم أهل القدوة وهم الأسوة وهم النماذج العملية للدين وهم النجوم المزهرة. بأيهم اهتديتم اقتديتم، وبأيهم اقتديتم اهتديتم. فتعالوا لنعيش مع هذا الصحابي الجليل سيدنا ربيعة ابن كعب، أحد الأصحاب الكبار وأحد المقربين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب القرب والأنس. يحدثنا عن نفسه فيقول رضي الله عنه: كنت فتى حديث السن عندما أشرقت نفسي بنور الإسلام وامتلأ فؤادي بمعاني الإيمان، وكانت الفرحة الغامرة واللحظة الفارقة يوم اكتحلت عيناي برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله. لما رأيته أحببته، بل والله عشقته، وذبت محبة في شخصه النبيل. لقد أحببته حبا ملك علي كل جارحة من جوارحي، أحببته حبا وهمت فيه غراما، وقد أولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه. الولع هو شدة الشغف وشدة الشوق وحرارة الحب. أولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه، لم أنشغل إلا بشخص النبي، تعلق قلبي بمحبته. أسلمت ورأيت النبي العدنان. ثم في يوم من الأيام جلست مع نفسي ودار التفكير في رأسي، فقلت: يا ربيعة، ويحك،
لما لا تجند نفسك خادما من خدام رسول الله؟ هذه رتبة عالية، بس اللي حصل اللي طيل هو يتحدث مع نفسه. فقال: ويحك يا ربيعة، لما لا تذهب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتطالبه أن يعدك واحدا من خدامه؟ فإن قبل يا ربيعة أنست بقربه واستفدت من حبه وحظيت بخيري الدنيا والآخرة، يبقى ما فيش حد زيك، ما فيش حد كدك. وبالفعل ذهبت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجلست بجواره وقلت: يا رسول الله، لي عندك مطلب. قال: مر يا حبيبي. قلت: اقبلني خادما من خدامك. وكان لا يرد أحدا ولا يكسف مخلوقا، فربت على كتفي وقال: تفضل ولك كل الشكر. ففرحت نفسي وأشرقت روحي، أصبحت صاحب وظيفة، وظيفة في الحب وفي خدمة ومحبة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلاقة في الدين علاقة محبة، نحن عشقنا النبي حبا في شخصه النبيل، ثم إنه مبعوث رب العالمين، ثم هو شفيعنا عند الله يوم الدين. يا رسول الله، لغة الكلام على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي، يا مظهر التوحيد حسبي، أنني أحد السداة الهائمين الحومي. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم؟ إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن كلفني رسول الله أصبحت ملازما له كظله، أخدمه طوال النهار، فإذا دخل إلى غرفته ليلا افترشت فراشي أمام عتبة الحجرة ورقت بالقرب منه، ربما يحتاج شيئا أو يطلب طلبا فأكون خادما له طوال الليل وطوال النهار. ذلك أمل أنا كنت حريص عليه، وأمنية حققها الله لي ببركة رسول الله. قبلني خادما، أصبحت خادما من خدام المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه رتبة من رتب العالمين ودرجة في محبة المغرمين. نعم، وكنت إذا رقدت أمام حجرته كان في أول الأمر يصلي طوال الليل في بدء الدعوة: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. ثم بدأ التخفيف أو نصفه أو زد عليه قليلا ورتل القرآن ترتيلا، حتى نزل بعد ذلك التخفيف الأكبر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. فكنت أرقد على فراشي وأسمعه في داخل الحجرة يصلي قياما لله، فأظل أسمعه حتى أمل أو تغلبني عيناي فأنام، وهكذا طوال الليل. في صبيحة يوم من الأيام، وعادته صلى الله عليه وسلم وهو نبي الوفاء، من أسدى إليه معروفا يقابل معروفه بمعاريف كثيرة، من قدم إحسانا لرسول الله يكافئه النبي بإحسانات كثيرة. إذا كان النبي يقابل السيئة بالحسنة، فبالله عليك تخيل كيف يقابل الحسنة بحسنات، بجمال من الحسنات. هو نبي الوفاء، وهذا شاب من خيرة الشباب، ربيع بن كعب من بني أسلم، عرض نفسه محبة واختيارا وقال: يا رسول الله، اقبلني خادما من خدامك.
فوافق النبي وجبر خاطره وضمه إلى خدامه ومواليه. كان إنسانا ناصحا، عرف كيف يصل بالقرب من رسول الله ليملأ عيناه من جماله وأنواره، ليستفيد من إرشاداته وتوجيهاته وتصويبات. طوال النهار يخدمه، وطوال الليل يرقد أمام عتبة داره. كان سيدنا ربيعة ممن يقيمون في مسجد رسول الله أهل الصفة، أضياف الإسلام. وأهل الصفة أناس لا أرض عندهم ولا متاع ولا أموال ولا بيوت ولا نساء ولا عيال، الإنسان لا يملك شيئا من حطام الدنيا. فكان النبي يخصص لهم جانبا في المسجد النبوي ويعلق لهم الطوالات، والأثرياء من أهل المدينة يحضرون لهم الخبز والفاكهة وما تيسر. وإذا أهدي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعطي منه لأهل الصفة. إذا أحضر له ضيف واجبا كان النبي يقول اذهب به إلى أهل الصفة فهم ضيوف الإسلام أو أضياف الإسلام. سيدنا أسلم كان ممن يقيمون في المسجد من أهل الصفة، فتفرغت حياته وتعلق قلبه ونال شرف خدمة رسول الله شخصيا. يقول في صبيحة يوم من الأيام إذ برسول الله ينادي علي وقال يا ربيعة بارك الله فيك، أنت يا ولدي تخدمنا طوال النهار وأحيانا بالليل، وأنا أريد أن أكافئك بشيء، فتمنى علي يا ربيعة أو أطلب أعطيك ما تشاء. فجاءني رسول الله ففكرت فقلت يا رسول الله ألا تمهلني حتى أفكر فأقرر، طالما أنك تحقق لي المأمول وتعطيني الذي نفسي فيه اعطيني فرصة حتى أختار، فاجأتني يا رسول الله. قال على السعة والراحة كما تحب، فكر براحتك وعندما تقرر وتختار أبلغني يا ربيعة. فجلست مع نفسي أفكر، أنا رجل لا مال عندي ولا دار ولا زوجة ولا عيال، ما عنديش. طيب أفكر أتزوج زي الناس ما بتتجوز، أشتري أملك أغتني، طيب ما هذا كله في متاع الحياة الدنيا والدنيا كلها زائلة ولا يبقى إلا الله. أنا أستثمر دعوة رسول الله وهي مجابة يقينا للآخرة، الآخرة أهم، الآخرة أبقى من الدنيا الزائلة. فقلت أسأل رسول الله أن يرى أن أرافقه في الجنة، فأخذت هذا القرار بيني وبين نفسي. عندما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجهي وقال يا ربيعة، قلت لبيك رسول الله. قال فكرت، قلت فكرت والحمد لله. قررت، قلت قررت والحمد لله. قال تمنى علي اطلب مني ما تشاء. قلت له يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم وقال ومن أوحى لك بهذا؟ من الذي دلك على هذا؟ من أوصاك بهذا؟ قلت والله ما أوصاني به أحد، لكني فكرت في أمور الدنيا وأنا أعلم أنها العاجلة لا تبقى لأهلها ولا تدوم، فقلت أستثمر دعوتك المجابة يا رسول الله لشخصي أني أضمن الآخرة، أني أنجو من نيرانها، أني أهنأ بالقرب منك في الجنة، فكما حظيت نفسي بخدمتك في الدنيا أرافقك أيضا في الجنة، كل ذلك حبا فيك يا رسول الله. فابتسم النبي وقال لي أولك مطالب أخرى؟ قلت لا، ولا أرضى بغير رفقتك في الجنة بديلا، هي هذه ما أريدها. فربط على كتفي وقال لي يا ربيعة إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله، أنا سأدعو الله لك لكن لابد لك من مؤهلات، اجتهد في العبادة، احرص على الصلوات المكتوبة والمسنونة،
كن وقافا عند حدود الله، كن بكاء من خشية الله، اتق الله في خلق الله، كن أمينا ووفيا وصادقا ومنيبا وخشاعا وبكاء، سر على طريق أهل الله. أنا أدعو لك، نحن نساعد الذين يساعدون أنفسهم. سبحان الله، كثير من الناس لا يصلي ويقول لك سيشفع لنا رسول الله، أهذا من العقل؟ كثير من الناس يحرم بناته من الميراث الشرعي الذي قرره الله للبنات ويقول لك سيشفع لنا رسول الله. يا أخي، ليست الشفاعة بالأمر السهل. رسول الله يساعد الذين يزينون المواقف، يسترونه ساحة العرض على الله ليتشرف بهم ويقول هؤلاء أمتي. إنما كل من هب ودب يشفع له النبي. إنسان قصر في حق الله يشفع له رسول الله؟ لا، نساعد الذين يساعدون أنفسهم. أنت يعني هتفلت شوية في الصلاة لكن بتصلي، هتطنش شوية في الزكاة لكن بتطلع، حجيت مرة واحدة وعندك إمكانيات تحج كل سنة مرة، ماشي. بس هو انت ماشي برضو يعني بشوية 50%، ورسول الله يكمل لك الباقي. انما انت جاي على البلاطة، ايد ورا وايد قدام، سيدنا النبي يشفع لك ازاي؟ ما حجتك عند الله؟ لا لا. ولذلك الملائكة بتحجب جماعة من المسلمين بعيدا عن رسول الله في ساحة العرض على الله، فيصرخون ويصطرخون ويقولون يا رسول الله نحن أمتك، يا رسول الله نحن أتباعك، يا رسول الله نحن أشياعك، يا رسول الله نحن على ملتك وطريقتك. فالنبي يتعاطف معهم فيقول للملائكة خلوا بينهم وبيني، لما تحجبوهم بعيدا عني؟ فتقول له الملائكة مهلا يا رسول الله ومعذرة إليك، أنت لا تدري ماذا فعل هؤلاء من بعدك من خلفك، لقد رجعوا القهقرى، فرضوا في السنن وفي الفرائض وعصوا الله وفسقوا في الأرض. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألا بعدا بعدا، ألا سحقا سحقا. نعم، إذن هو يشفع لمن يستحق الشفاعة، هو رحمة الله للعالمين، لكن لابد وأن نجمل وجهه يوم القيامة ليفتخر بأمته والمنتسبين إليه. نعم، وهكذا الحال. بعدما قال لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود لله، قال لا آل جهدا، والله إن شاء الله لن تفوتني تكبيرة الإحرام إلا في المسجد. وبدأ سيدنا ربيعة أيضا يجتهد في العبادة والصيام ويجتهد في الصلاة والأذكار، وكان له من الله عونا ومن بركة رسول الله قربا، واستمر الحال إلى أن جاء عصر يوم من الأيام ونادى النبي على ربيعة يا ربيعة، قال لبيك رسول الله. قال لما لا تتزوج؟ فسكت. فقال يا ربيعة لما لا تتزوج؟ فسكت حياء من رسول الله، أنا كل ما عوز حد أجري عليه. فقال يا ربيعة ألا أكلمه؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ نعم. قال لما لا تتزوج؟ قلت من أين يا رسول الله؟ أنت تعرف لا مال عندي ولا دار ولا أي شيء. قال اترك هذا الأمر لله، ستتدبر. ثم بعد يومين نادى علي يا ربيعة، قلت لبيك رسول الله. قال اذهب إلى بني فلان ودق باب فلان وقل له إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنتكم فلانة. فاطمأن قلبي وذهبت على استحياء مكسوف. دققت الباب فخرج الرجل، فقلت أهذه دار فلان؟ قال نعم أنا صاحب الدار. قلت له رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنتكم فلانة، ففتح الرجل ذراعيه وباب وقال مرحبا برسول رسول الله، والله لن تخرج من داري إلا ومعك ما تطلب. فوافق الرجل وعقد لي على ابنته. فرجعت إلى رسول الله وقلت له يا رسول الله والله خير البيوت، ما كسفوني وما كشروا في وجهي، إنما رحبوا بي وأكرموني ووافقوا على طلبي. يا رسول الله أتزوجها؟ ما فيش حاجة بذان، ما أنا ما معيش حاجة. طيب الناس وافقوا عملوا اللي عليهم، طب مش في إجراءات بتتم في الزواج زي الصداق المهر حاجات دي يعني؟ فأنا رسول الله إيد ورا وإيد قدام ما معيش حاجة. قال لا تشغل بالك،
سيحقق الله المطلوب. ثم أرسل النبي إلى سيدنا بريدة بن الخصيب كبير بني أسلم الذي ينتمي إليها ربيعة بن كعب. فجاء بريدة فقال له النبي: يا بريدة، نريد أن نزوج ابنكم ربيعة. قال: كما تحب، وكل كلامك على الرأس والعين يا رسول الله. قال: اجمعوا لنا نواة من ذهب ليمهر بها عروسا. قال: بعد ساعة ستكون بين يديك. وخرج بريدة وأحضر نواة من ذهب وقدمها إلى رسول الله، فأمسكها النبي ونادى على ربيعة: يا ربيعة، خذ واذهب إلى عروسك وقدمها مهرا لها، صداقها حق رقبتها. فلما دخلت عندهم قدمت لهم نواة من ذهب، فأمسكها الرجل وقال: خير كثير، والله كثير طيب، بارك الله فيك وفي رسول الله. فرجع ربيع وقال: يا رسول الله، أكرموني وقدمت لهم نواة من ذهب. فقالوا: خير كثير وكثير طيب، بارك الله فيك ولك وبارك في رسول الله. فقال له النبي: إن شاء الله خير. قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: المهر وديناه والعروسة لسه هناك، عايزين نتمم الفرح، والفرح له إشهار، وأصحابي وحبايبي عايزين يفرحوا معاي، أريد أن أولم لهم، عايز أعمل لهم ذبيحة ولقمة كده. قال: لا تشغل بالك. وأرسل النبي إلى بريدة: يا بريدة. قال: لبيك رسول الله، هو كبير بني أسلم، نريد كبشا لنزوج به ربيعة بن كعب. قال: موجود يا رسول الله. أحضروا الكبش، خروف سمين، ووضعوه أمام رسول الله. فنادى النبي على ربيعة: يا ربيعة. قال: لبيك رسول الله. قال: اذهب إلى عائشة وقل لها: اعطيني ما عندك من شعير. فذهب ربيعة إلى أمنا عائشة رضوان الله عليها وقال لها: رسول الله يأمر أن تعطيني ما لديك من شعير. قالت: ادخل يا ربيعة. انظر إلى هذا المكتل، مقطف هذا المكتل مملوء بالشعير، خذه كله، فوالله ما عندنا غيره. فحملته على كتفي وذهبت إلى رسول الله، فأمسكني في يدي الأخرى بالكبش وقال: اذهب إلى عروسك. فدققت الباب عليهم وأنزلت ما على كتفي من شعير وقدمت لهم الكبش. فقالوا: مهلا يا ربيعة، نحن نقبل الشعير نجهزه لك، وأنت خذ الكبش اعطه لأصحابك يذبحونه ويسلخونه وينضجوه لك، وأكل أصحابك ومن تحب، وما زاد فهو لك ولعروسك. ففعلت، وأخذت زوجتي واستأجرت لها دارا، ثم فتحت علي الدنيا وزادني الله ببركة خدمة رسول الله. أنا هقف لغاية النقطة دي بس. شوف الزواج ماشي ازاي بما تيسر. كل ما نحن فيه من بلاء بسبب العقد اللي عندنا. النهارده مين راضي بالمكتوب؟ مفيش حد. من يرحم الفقير اذا اراد ان يتزوج؟ لا احد. ده مين ده؟ من بيت مين يعني؟ عيلته مين؟ وظيفته ايه؟ يملك قد ايه؟ زرعين كام؟ دي نعرات جاهليه. مساله الزواج دي فيهاش غير شرطين اتنين بس: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بس ما هو ما دام في خلق وفيه دين هيحفظ لك عرضك، هيشيل بيتك فوق راسك. اذا احبها اكرمها، واذا ابغضها اعطاها حقوقها. طب انت عايز ايه تاني؟ في كرامه اهي عايش، في اهانه هتوصلك البيت معززه مكرمه وتاخذ جميع حقوقها. اليس هذا هو عدل الاسلام؟ احنا عندنا بعض البلدان عشان تروح تخطب في البداري، سبحان الله، عشان تسلم عزلك 20-30 ألف. ليه يا عم؟ والسبب يجيبه منين؟ وبناء علي البنات عنست في البيوت، والشباب فشل في الشوارع، ينزوي إلى الإرهاب مرة، إلى الإدمان مرة أخرى، إلى الانحرافات. ضيقنا الحلال ففتحت أبواب الحرام على مصاريعها، ولا نلوم إلا أنفسنا. شوف، نواة من ذهب
ثمرة خروف، شوية شعير، ده كله وزم الفرح بس. بس احنا ده تيسير، انما النهاردة عايزين قايمة بكذا، عايزين مؤخر بكذا، وعايزين سكن كذا، وعفشة بكذا، قبل ما نعرفوا فيه خريف ولا ما فيش يقول لك أوضة الأطفال. يا سيدي يقول يا مسهل، ده نوع من التعقيد، نوع من التعسير. عشان كده احنا في حالة انخفاض، في حالة انكسار. جاب لها 150,000 جنيه ذهب يا عم الحي، مش هيروح للبيت؟ طب افرض ما معاش، هو عشان رايح للبيت يعني نذبحوه؟ يا سبحان الله، لما بيتك تدخل على جوزه وفي جيبه 1,000 جنيه، مش احسن لما تدخل عليه وهو مديون ب 100 جنيه؟ يا سيدي من سعادته ومن سعادتها، ما انت قبلت هو خلاص، انت سويت معاه، ارحمني حتى احبك، مد الي يدك وانا امسك فيها، ليكون التلاقي وتكون المحبه ويكون الوفاق. النهارده نبعث ناس يشوفوا العروس، وبعد كده ده دور النسوان يدوها مش عارف فيها طقطقه باسنانها، ويشوفوا شعرياتها، ويشوفوا عينيها، ويطمنوا على ودانها وعلى طولها وعلى عرضها، ويبعثوا ده ويروح ده، وفي الاخر يتم الكلام، وبعد كده يتم الاتفاق، وبعد كده يوم نروح نجيبوا الذهب، ويوم تاني نكتبوا فيه، وبعد كده الحن، وبعد كده الفرح الدخل، وبعد كده الصباح. ايه يا عمي ده كله؟ وكل هذا بألوف مؤلفة من المصاريف. يا اخي انظر اليها وتنظر اليك، فانه احرى ان يؤدم بينكما، واقلهن مهرا اكثرهن بركة، اقلهن مهرا اكثرهن بركة. فلا بد وان نراعي ظروف الشباب. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ثم حصل خلاف بين ابي بكر وبين ربيعة، اختلف على نخلة، فقال ابو بكر هي نخلة في ارضي، فرد ربيعة بعدما فتحت عليه الدنيا وصاحب املاك حاليا، قال بل هي في ارضي يا ابا بكر. فغضب ابو بكر، اوه احنا كنا فين وبقينا فين؟ كمان بيجي لك ارض وبيجي لك نخيل؟ فجرحت الكلمه ربيعه في قلبه، استحصها سيدنا ابو بكر وكان رجلا وقافا، قال يا ربيعه انا اخطات في حقك، فاقتص مني، ردها علي، من حقك ان تغضبني تقول لي وحده زيه، ده هذا حقك. ربيع رجل مؤدب، قال لا والله لا افعل. قال خذ حقك. قال لا والله، لا لابد وان تاخذ حقك مني. قال والله لا افعل. قال اذن يا ربيع والله لا اشكونك الى رسول الله، انا اخطات واعتذرت، واقول لك خذ حقك وكمان ما رضيش، يبقى انا اشكوك الى رسول الله. وسار سيدنا ابو بكر الى حضره النبي، وجاء بنو أسلم اللي تبع ربيعة، قال له هو اللي شتمك الأول وأخطأ في حقك الأول، وكمان راح يشكيك لسيدنا النبي، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. قال مهلا، انتم مالكم؟ ارجعوا إلى دياركم، ربما يلتفت وراءه فيراكم فيظن أني جئت بكم لتعينني عليه، فيغضب فيذهب إلى رسول الله فيغضب، فيغضب الله لغضبهما فأهلك أنا. عودوا إلى دياركم، دعوا الأمر، أنا أذهب إلى رسول الله. شوف الإحساس الراقي والمعرفة الكبيرة. وسار أبو بكر إلى رسول الله، فنظر النبي إليه فوجده مغضبا، فانتظر، فدخل ربيعة، النبي جل نظره الملاحظة صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى ربيعة وقال يا ربيعة ما لك ولأبي بكر؟ قال رسول الله هو أخطأ في حقي ثم طالبني أن أقتص منه، قال رد علي بمثلها يا ربيعة. فقلت له مقامك محفوظ، ولا ينبغي لمثلي أن يخطئ في حقك، والله لا أرده عليك يا أبا بكر. فابتسم النبي لربيعة وقال نعم لا تردها على أبي بكر، ولكن قل له غفر الله لك يا أبا بكر. فقال ربيعة غفر الله لك يا أبا بكر، فبكى أبو بكر حياء وقال جزاك الله عني خيرا يا ربيعة، جزاك الله عني خيرا يا ربيعة. شوف الحب وصلنا لفين، دي علاقة الصحابة ببعضهم، الصغير يحترم الكبير، والكبير إذا أخطأ في حق الصغير يرجع، ثقافة الاعتذار،
ثقافة الاعتذار، كل في مكانه. أسأل الله أن يجزي جميع صحابة رسول الله عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم ارضنا برضائك عنهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان يتباسط مع الناس، كان يضحك هذا ويأخذ هذا تحت إبطه ويجامل هذا ويراضي هذا، هو رحمة الله للعالمين. دخل يوما البيت الحرام ليؤدي عبادة الطواف، ففوجئ بأعرابي أمامه يطوف، وإذ بهذا الأعرابي يبسط كفاه ويقول: يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. فانتبه النبي إليه فوجده يكرر: يا رب يا كريم. فأراد النبي أن يدخل السرور على نفس الأعرابي، أحب ينكش كده هينخش، فوقف وراءه رسول الله وبسط كفاه. الأعرابي يقول: يا رب يا كريم. وسيدنا النبي وراءه يقول: يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. فبدأ ينتبه العربي، كلما قال شيئا ردده الرجل الذي خلفه، فنظر إليه، هو لم يعرف النبي، لم يراه، فترك المكان وسار ناحية الميزاب، ناحية الكعبة. فسيد النبي وراه، هتشوفوا آخرة صاحبنا ده إيه. فوقف الرجل العربي عند الميزاب ورفع يديه وقال: يا رب يا كريم. سيدنا النبي وراه: يا رب يا كريم. العربي يقول: يا رب يا كريم. رسول الله وراه: يا رب يا كريم. فالتفت الأعرابي وقال: يا صبيح الوجه، يا رشيق القد، والله لولا النور في وجهك والرشاقة في قدك لشكوتك إلى حبيبي محمد. فضحك النبي وقال: يا أعرابي، ما تقول؟ قال: يبدو أنك تستهزئ بي، كوني عربيا ورجل غريب جئت من الشام، أتهزأ بي؟ أتسخر مني؟ قال له النبي: أولا تعرف نبيك؟ قال: لا، أنا آمنت به قبل أن أراه وصدقته قبل أن ألقاه. فقال له النبي: يا أعرابي، أنا رسولك محمد. فاحتضن النبي وأخذ يقبل على رأسه ويقبل على يديه ويتمسع فيه. وسيدنا النبي يقول: بس كفاية كفاية، لا تفعل كما يفعل الأعاجم يعظمون ملوكهم، إنما أنا رجل من الناس، لم أبعث متجبرا ولا متكبرا، إنما جعلني الله رحمة للعالمين. فالرجل بيجي في صورة غير الصورة، ومتفاجئ بتواضع سيدنا النبي وبساطة سيدنا النبي، وهو رجل أعرابي من العراق. بعدها بقليل هبط الأمين جبريل وقال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: قل لهذا الأعرابي: لا يغرنك حلمنا ولا يغرنك كرمنا، فسوف تأتينا ونحاسبك، نحاسبك على القليل وعلى الكثير، على الفتيل وعلى القطمير. فنظر النبي الأعرابي وقال له: الوحي يخبرني أن الله عز وجل يقول لك: لا يغرنك حلمنا ولا يغرنك كرمنا، فسوف تأتينا ونحاسبك على القليل وعلى الكثير، وعلى الفتيل وعلى القطمير. فقال الأعرابي: ربي يحاسبني؟ قال: نعم يا أعرابي. قال: لا، وعزته وجلاله، لو حاسبني لأحاسبنه. فانتفض النبي وقال: مهلا يا عربي، انظر ماذا تقول، من يحاسب من؟ قال: مهلا أنت يا رسول الله، والله وعزته وجلاله، لو حاسبني ربي لحاسبته. قال له النبي: كيف، كيف تقول هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، لئن حاسبني على ذنبي لأحاسبنه على مغفرته، ولئن حاسبني على سيئاتي لأحاسبنه عن عفوه، ولئن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرمه، أليس أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين؟ فوجئ النبي ودمعت عيناه على التلقائية والبساطة اللي بيتكلم بها الأعرابي، وعلى حسن الظن في الله. دمعت عين النبي وتأثر وارتجف قلبه، فهبط جبريل من جديد وقال: يا محمد، إن السلام يقرئك السلام
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك كفكف دموعك وتوقف عن البكاء، فإن بكاءك أزعج الملأ الأعلى، وقد ألهيت حملة العرش عن التسبيح. يا محمد قل لصاحبك الأعرابي لا تحاسبنا ولا نحاسبك، وأبشر فأنت رفيق رسول الله في الجنة. ما أكرمك يا رب، وما أحلمك يا رب، وما أجملك يا رسول الله. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم سلم المسافرين والمسافرات، وسلم المعتمرين والمعتمرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقام نبيك الأكرم. اللهم أكرمنا واسترنا، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا في لحظة العرض. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم حصن أوطاننا ضد هذا الوباء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كروبنا، اللهم خفف أزماتنا، اللهم أرخص أسعار أقواتنا، اللهم نجنا من هذه الغمة واصرف عنا هذا البلاء. اللهم أمننا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هذا الدعاء